السلام عليكم. بلادنا بحال العديد من البلدان كتمر بواحد الازمه وكتواجه واحد العدو اللي كيهدد الامن والسلامه الصحيه ديال المواطنين. بامكاننا جميع نقضيو على هذا الوباء الى خدينا مجموعه من الاحتياطات والتدابير. وفي هذا الاطار جمعيه الخير النسويه بالصويره كتقدم لكم مجموعه من النصائح والتدابير من اجل مساعدتكم على اجتياز هذه المحنه هذه والخروج من هذا الظرف العصيب بسلامه الى خدينا جميع الاحتياطات. فخبراء الجمعيه راهن اشارتكم ومساندتكم في فتره الحجر الصحي. نبقاو في الدار ونلتزموا بالاحتياطات اللازمه من اجل القضاء على فيروس كورونا. نتمنى لكم انكم جميعا كتعيشوا واحد المرحله اللي هي ديال الهدوء وديال يعني الطمانينه، رغم ان هذه المرحله ديال كورونا يعني مرحله ماشي سهله سنعترفوا بها جميعا، ولكن ملي كنقولوا ماشي سهله ما كيعنيش انها خاصها تحرمنا من الحياه، ما كيعنيش بانها خاصنا نعيشوا الحرب ونعيشوا المشاكل ونعيشوا الخوف ونعيشوا التوتر ونعيشوا الانفعال ونعيشوا الاشياء اللي هي خايبه بزاف اللي كتاثر على الحياه الاسريه وكتغيب داك الاستقرار وداك الفرح وداك السعاده اللي خصها تكون في الحياه العائليه. من طبيعه الحال ان الانسان العاقل، الانسان اللي عنده شخصيه نسويه، الانسان اللي عنده الحكمه، اللي عنده الشجاعه، اللي عنده التفاؤل، ما كيستسلمش لا للخوف، ما كيكونش متوتر، ما كيعيش في هذا الانفعال. وبزاف ديال الناس ربما في هذه المرحلة هذه ما كيتقبلوش الوضعية اللي راهم فيها، وبالتالي كيلجؤوا الانفعال، كيلجؤوا للعنف اللفظي ولا العنف الجسدي. أنا نقول بأنه هذا السلوك سلوك غير طبيعي، لأن الإنسان اللي ما كيوظفش الذكاء، اللي ما كيتحكمش في راسو، اللي ما كيعامل الآخر بواحد المعاملة اللي هي إيجابية، راه ماشي إنسان. أنا نقول لكم جميعا كنعيشوا الظروف اللي هي ماشي طبيعية، لأن الأمور اللي هي كنا كنديروها في حياتنا ما بقيناش كنديروها، ولكن حنا عندنا على الأقل الملكة ديال العقل اللي تخلينا نتحكموا في هذيك الدوافع اللي هي الانفعالية، ونفهموا الآخر ونتعاملوا معاه بواحد الاحترام، بواحد التقدير، واحد التقدير المتبادل. لانه بطبيعه الحال الحياه اليوميه غادي يكون فيها مشاكل بسيطه ولا هذا، ولكن ملي كيكون الانسان عنده ذكاء العاطفي وملي كيكون الانسان رزين راه اي مشكل يتغلب عليه، وما خصناش نعتبروا بان هذه الحياه غادي تستمر ديما بهذه الطريقه. راه يعني بحال ملي دخلنا في واحد النفق ان شاء الله بعد ايام معدوده غادي نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا، وخصنا كل واحد فينا يتفكر انه من بعد من غيدوز غنتفكروا بان عشنا ايام جميله واحتضنا فيها بعضياتنا، وما كناش كنلجؤوا للعنف، ما كناش كنلجؤوا للانفعال، لان الانسان اللي كيكون عنده الانفعال راه ما كيكونش واعي، ما كيكونش عنده الشعور، ما كيستحضرش العقل، ما كيستحضرش الحكمه، ما كيفكرش في العواقب. لذلك فاقول انا اتوجه اليكم بانه على الجميع أن يتحمل هذه المسؤولية. ما نقولوش هاد الكورونا دارتنا، خصنا نديرو الوقاية منها، ولكن المشاكل الحياة الأسرية حنا اللي كنخلقوهم، ماشي كورونا اللي خلقت المشاكل. يعني لذلك فخصو ما يكونش في واحد الدار واحد السلطوية، واحد احتقار الآخر، ولا شي حاجة اللي يمكن يوميا كنعيشو واحد تعيشو واحد الجحيم. أنا أطلب منكم أن نعيشو بالمبدأ ديال الاحترام المتبادل، ديال الشجاعة، ديال التفاؤل. هادو هما اللي غادي يحملونا وغادي نعيشوا واحد الحياه اللي هي سليمه جدا، ويمكن العواقب ديالها غادي تكون ممتازه على المدى المتوسط والبعيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. دكتور زكريا عبد الحسن، مندوب اقليمي لوزاره الصحه باقليم الصويره. غنتكلم لكم اليوم على الاصابه بالفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19. جات من لانه في 2019 يعني في الاخر ديسمبر، ومن فصيله الفيروسات التاجيه يعني لي كورونا فيروس، يعني ماشي كورونا فيروس، ماشي فيروس جديد، غير هذا الكوفيد نوع جديد منه. دونك تيسبب بزاف ديال العلامات، خصوصا علامات تنفسيه. من اهم العلامات ديالها ارتفاع درجه الحراره 38 الفوق، ضيق في التنفس، سعال، صعوبه في التنفس، الام في الحنجره،
وبالخطرة يكون حتى تقيؤ وإسهال. وفي بعض الحالات يكون الشخص المصاب بالفيروس اسامبتوماتيك، يعني ما تيحمل حتى شي علامة مرضية ولكن تبقى شخص ناقل للعدوى. أهم طرق الوقاية من الفيروس أنها تنتقل عن طريق الهواء، يجب احترام مسافات الأمان بين الأشخاص، يعني على الأقل واحد المتر حتى المتر ونص، باش ما يوصلش داك الرداد اللي متطاير يكون فيه الفيروس ما يوصلش غير. وضع الكمامات، الكمامات ضروريين لأنها تحمينا وتحمي منا، يعني إلا كنا مصابين لا قدر الله ما ننقلوش العدوى، ولا كنا سالمين ما توصلناش العدوى. كاين تنتقل عن طرق غير مباشرة لأن الفيروس تيعيش في الوسط الخارجي، يعني فوق الأشياء فوق الأسطح، تيبقى عايش عن طريق غير مباشرة، يعني عن طريق لمس أسطح البواني ديال الباب بلا فولون طوموبيل، تيبقى الفيروس في اليد. إلا إنسان حك نيفو ولا حك فمو ولا حك عينيه تيقدر ينتقل. داكشي علاش ضروري خصنا نبداو نغسلو يدينا مرة بالماء والصابون ولا بالجيل ديال لاما سوليسيون هيدرو الكوليك لمده كافيه وبطريقه سليمه وبطريقه متكرره، باش نتاكدوا بان اليد ديالنا نقيه. انسان اللي كان غادي يكح ما يديرش هكا، دونك يكح على المرفق ديالو. اهم حاجه هو الوقايه، ارتداء الكمامات، الحفاظ على مسافات الامان، وغسل اليد باستمرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بألف خير. أشهد أيام ومنذ شهر فبراير أو قبله بقليل أصاب العالم بأسره بهذا الوباء ديال كورونا، وخلف مجموعة ديال التداعيات ومتغيرات اجتماعية. وفي السياق ديال المتغيرات الاجتماعية أثر هذا الأمر هذا في الجانب الأسري، خاصة من بعد ما كاين هذا الإجراء ديال الحجر الصحي اللي هو إجراء سليم صالحنا وصالح الوطن ديالنا. برزت مجموعة ديال الأمور كانت في طي كتمان، كتعرفوا أن الفضاءات الخارجية كانت متنفس، الآن الكل في بيت واحد، وأحيانا كيكون حيز المكاني ضيق، أحيانا كتكون الأسرة فيها بعض الأمور، ممكن يكون واحد الشاب مبليل مخدرات، ممكن يكون شي طفل عنده إعاقة ذهنية، ممكن إلى آخره. فالشاهد عندنا هو أنه برزات عادات طباع وأمزجة اللي أثرت بشكل أو بآخر. الناس اللي هما قبل الحجر كان يتميزوا بواحد النوع من التوافق النفسي فيما بينهم، هادو ما عندهمش إشكال، هادو الحجر من شأنه أنه يطور العلاقة ديالو. لكن الإشكال هو عند الناس اللي كانت شي غايب عندهم لأسباب، فإذا هادو أمام خيارين اثنين، يستمروا في هذاك التباعد وهم داخل مكان واحد، وهذا كيزيد الوضع سوءا عليهم أو على الأولاد ديالهم اللي كان عندهم وليدات. والخيار الثاني المرونة النفسية عند كل من الرجل والمرأة، واللي كتجلى محاولة التأقلم والتكيف مع هذا الوضع. أكثر من هذا كل واحد يجلس مع راسه يفكر ويدير مراجعة لذاته ولعلاقته بشريك الحياة ديالو وبمن حوله، باش نحاولوا ما أمكن كيف كنحاولوا نخرجوا بأقل خسائر من حيث الأرواح، نبغيو كذلك نخرجوا بأقل خسائر من حيث العلاقة والتمسك الأسري فيما بيننا. نبغي نشير غير مجموعة المهارات اللي ممكن يوظفها الرجل للمرأة وينعكس ذلك على الأولاد، وهو ما يسمى بمهارة التغافل أو غض الطرف، بمعنى إنسان يحاول يغمض شي شويه عينيه الا بغينا نقول، ما يكونش الردان ديال الهضره مثلا، الا بانت بعض المساوئ يتغافل الانسان بشكل او باخر. وان كان الاصل هو ان خصنا نبرزوا المحاسن اكثر، يفكروا الزوجين في اقامه شراكات، اقصد ان الرجل والمراه يدخلوا في واحد شراكات معينه، ماشي بالفكره التقاسميه بقدر ما هي التكامليه. مثلا شراكه المنزليه، الزوج يعمل يده في الامور ديال البيت، امر عادي جدا، في تخفيف الضغط على المراه انك تعطيها واحد الطاقه ايجابيه، وملي ندير هذا الشيء نديروه انا مرتاح بل استمتع به. الشراكه العاطفيه، الجانب العاطفي اللي كان طاغي في بدايه الزواج وبدا كيفتر وبقى حبيس الافئده، خصو يخرج على مستوى الكلام او الاشاره او المواقف. ثم الشراكه ديال الهوايات، اما رياضه، مشاهده فيلم اللي عنده معنى، المهم اقصد الهوايه الجماعيه عند الفعل ديالها تمتين هذا البناء ديال الاسره. هذا من شأنه أنه يخفف شوية هذا الضغط، نعرفه كيف نتأقلموا معه وجه الظرف هذا لعله خير. وأختم بهذه الكلمة، رب محنة في طيها منحة. أتمنى لكم كامل التوفيق
وشهركم مبارك كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.